السلام عليكم، كيداير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة دايما. المهم ما عرفتش كتسمعوني مزيان ولا لا، حيت كاينه في البيت باقي خالي ديال الوالده، باقي ملات في الدار ديالها من الناموسية ناموسية و صافي. هاد البلاكا كان عندي كتبتو لها هدايا في الدار باش تأثر بشوية. المهم انا راه كنحاول نقاد فيه بشوية بشوية، ودابا جيت نخويا هاد المجورة هادو باش لما ديرتهمش حنا نحيدو. انا ما عرفتش شنو فيهم هاد المجورة، والله ما عرفتش شنو فيهم، كاين شي حوايج بينا ما عرفتش كاع شنا هما. شكون ما دري واو، هادو راه عينين، هادو راه بحال تشدو على البابا. شوف واحد الديكور عندي بحال ما غادي على البابا، باش الديكور بدا نسيتو كاع واش كاين عندي بلاتو المجورة حاطة في الجنة. المهم انا نخويها باش نشوف شنو فيه، باش نقول لها انني نستغل بنتو، باش تستغل هاد البصله اللي فيها حوايج باش حوايج دير فيها داكشي ديال داك البوش ديالها الريحه البوش ديالها، وتما يديك راه غيكون في الاخر. انا نخدم ليا هادشي اللي فيها يلاه نبداو النهار ديالنا كيما دار. غادي معنا نيزيتي با قبل ما تبداو تفرجوا في الفيديو، نيزيتي با تخلوا وقتكم واحد لايك اكيد للدعم لا غير، باش نعرف الفيديو عجبكم. خلوا ليا لايك وبارطاج، ماشي مشكلة تعطيني رايك. شوفوا شحال تاع الخيوط، هادشي كله اللي كتشوفونا راه ديال راجلي، انا راه ما عندي لا بريزات لا خيوط لا وراق، هادشي هادي راجلي راجلي هو اللي عامر عليهم بيت وراق. شنو هادشي؟ انا سايلو الجمعة الساعة متعليش. ويا اختي وما شكيت عليكم، تعرفوا هذوك المجوره كيفاش كانوا عاملين بالوراق؟ راه انا جبت داكشي في الصاك، غنسد عليه الصاك واش نتهنى منه، حتى وكل شي نهار تكون عندي الوقت ونكون مرتاحه وما عندي ما يدار نصل الصاك نشوف شنو فيه. فيك يا تيليكوموندات، معطيني جاني داك التيليكوموندات، انا كاع ما عندي داكشي منك يا تيليكوموند، اش منك يا وراق، اش منك يا مع الوراق باي اكزومبل ديال الناس اللي كنصيفطوا لهم زيت وارغان واملو. نيزيتي با البنات الا بغيتهم كنحط لكم النمره في صندوق الوصف، كنديروا التوصيل لجميع انحاء العالم. كنحط ليهم كنخلي الورق عندي باش كنصيفط ليهم، كنخلي العروق عندي زعما حتى كتوصل لا كوموند عاد كنرمي الورقه. وحاضيه اش منك يا ورقه، انا كنت كنوريكم الميداليات ديالنا انا وراجلي فاش كنا شاركنا في واحد الماراثون، فاش ما كانش عندي اليوتيوب، هذا اليوتيوب راه خرج عليا، خلاني بلا سبور، خلاني بلا ما قابلت داري، ما قابلت سبور، ما درتي حاجه بقبل هذا اليوتيوب. وحق الله العظيم الا فيس حتى اليوتيوب راه فيس قسما بالله العظيم. والله العظيم ما بقيتش كنمشي للسبور بسبب اليوتيوب، ما بقيتش كندير سبور، ما بقاش عندي الوقت. اليوتيوب الانستغرام الخدمه تبور بيت وزيد عليها الدار تبور بيت صافي مزيان مزيان. ماش منك يا ورقه خويت دوك المجوره باش نخلي هاد البجر هاد البلاكار الويده ديالو دير فيه داكشي ديالها، حتى راه عندها الباجاج. واخا انا راه ما كان انا ما كان عنديش الباجاج بزاف، هادشي راه ديال الراجل اللي كتشوفوا هنايا، كلشي هادشي ديال الراجل، الوراق ديال الراجل، الفيسات، الخيوط، فين ما كاينه شي حاجه انا ما عنديش، انا تلقى عندي الديكورات هما اللي عندي. قتلتني هنا اختي، بغات تجي تدخل ليا البيت، بغات تجي تدخل ليا الباجاج البيت، ايوا ما بغاتش تبان في الكاميرا ويدي عليها واحد الزيف، قتلتني درت عليها واحد الزيف على وجهها، قالت لك جايه تدخل ليا الباجاج. انا قتلتي كنضحكوا انا وهي راه غير حيت الصوت. المهم قلت لكم كنجمع هاد الباجاج كله في الصاك حتى يكون عندي شي وقيت هكا، ونبقى نستي فيه نرمي دوك الوراق كلهم ونشوف اللي خاصها تلاح تلاح، اللي ما بغاتش تلاح راه غادي نخدم بها بيان سور. وعلى الاقل خويت عليا واحد الحاجه اللي محاولت حاولت النهار كله خصصته غير لهاد البيت ديال الويده ديالي، حتى شي حاجه ما درتها قبلت هاد البيت ديال الويده ديالي، تنيت ليها الحوايج، درت ليها نزلت لها داكشي كله من الفوق، كل هادشي نزلته. تعرفوا باش تنزلي هادشي من الفوق الناموسيه وداكشي العذاب العذاب العذاب، بنات عمي قالوا حق الله العظيم الا عييت اخواتاتي، والله عييت دقدقت بزاف ما تا بشويه وحق الله مع هاد الصد. خليكم ايماجيني وليا الصهد اللي كاين، ما نعاودش لكم. انت مالنا على هاد الدصاره وهاد البزاله وهاد الغوات، مالنا مالنا؟ واش غتخليني نصور ولا لا؟ مالنا على هاد الدصاره؟ هز خوك اياد، هز خوك، هز خوك، هز خوك، واخا هزو خرجوه لي راه ما خلانيش نصور، هزو ديها. قلت لكم قلت لكم جبت الناموسيه هنايا نزلتها، بعدا الناموسيه جاب الله هاد الناموسيه خفيفه وكتفصل دغيا، ماش فيها ما فيها لا فيسات لا والو، هي دغيا كتفصل. ودخل داكشي الناموسيه ان شاء الله تنوجد لها لا كليم ديالها ونوجد لها داكشي ديالها الاخر، ميم راه ان شاء الله غندير لها لا سيربريز، تشوفوا معايا رده الفعل ديالها شنو غادي تقول عاوتاني، واخا ما عندها لا رده فعل لا جوج، نشوفها شنو غادي تقول، واش غادي تفرح ولا ما غاديش تفرح البيت ديالها وجد، حيت هي باقي ما شافتوش نهائيا. المهم هنايا راه جلست كننقي
لا سلطه باش ندير اليوم الغدا دغيا خفيف ظريف حيت ضروري من الغدا. وان بليس هاد الصهد راه كاين الشرقي البنات، ما كاينه غير لا سلطه، ولا ديري شي مورصو ديال الدجاج ولا شي مورصو ديال اللحم ولا سلطه، ولي وديري شي حاجه بارده صافي في المشروبات. زعما الا تكلات لك شي حاجه راه على سلامتك. انا الصراحه انا ما بقاش غدوز ليا حتى شي حاجه كناكل قيره، ما عادش غنبان لكم راه نقصت شويه في لو بوا، ما بقيتش كما كنت. راه مورا الولاده راه غلاضيت، دابا الحمد لله راه نقصت شويه. ايوا من بعد كان خرج راجلي شويه جاب لي داكشي اللي خاص في المقديه مطيشه، داكشي شي حاجه شويه شويه، ما حيت مازال كندير الطقديه الكبيره هذه. دابا غير بغيت باش نطيب جاب لي شويه تاع مطشه وداب لي البيض وداكشي، كنمسح البلاصه كنمسح بحال هكا البنات سيغ ميزور باش ما يكونش عندي الروينه كثيره. بحال دابا بهاد البلاصه ديال البيض انا غندخل ليها البيض غنخويها نيت ونمسحها مزيان باش تبقى ديما عندي نقيه، ونرجع لها داكشي ديال البيض باش ديما تبقى الثلاجه نقيه ما تكونش معفنه، فهمتوا؟ يعني فين ما نبغي ندخل شي حاجه كنمسح بلاصه باش تبدا ديما تكون نقيه. ما عرفتوش فهمتوني شنو كنقول لكم؟ لا يعني دائما نهار ان شاء الله يصالوا لي لي صوص راه كنمسح، كون نهار كندير بلاصه كون نهار كندير بلاصه حتى كيبقى. وردوا البال هذيك الجلده اللي كتكون فوق الثلاجه راه كتكون معلكه، هذيك كيكون فيها الغبره، الا شي حاجه كطيح لها كطيح لها الغبره فاش كتحلي الباب. الا كانت عندك الغبره في الدار راه ديك الجلده اللي كاينه فوق الثلاجه بقاو تمسحوها من الداخل ديالها، راه كتكون مشارجيه بالبيا بال 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 بالغبره ناري. يد كيجي كيديستابيليزيني ما خلاني نهضر معكم والله. المهم غنبقى على هذا الشكل حتى نسالي التليجه ديالي وصافي. واخدي المهمه ديالنا غنعلقوا ليها التلفازه هنايا كيقلب انا على ليفيس باش يعلق لها التلفازه، حيت حنا التلفازه كنا معلقينها حيدناها من التلفازه ديالنا ودرنا هاد التلفازه ديالها. هذا والله ما عرفتش غندير فيه هذا، تنشوف اش غندير هذا، نقلب فين نديرو في شي بلاصه باش الجرده الضحكه ما عندها ما دير فيه اصلا. ما كتسنى لا الراجله ولا حاطه معمره بيديا وصافي. المهم نعلقوا ليها التلفازه، اكيد راه ماشي كلشي غادي نسالي، غادي ندير ان شاء الله مازال ليها الخاميه، ولكن مازال ما غاديش نسالي كلشي، غيبقى لينا مازال البلاكار. قلت لكم تيجي السيد دير لها البلاكار وصافي. بون في رحله اغونج لي شوز ها وانا اغونج لي شوز. بون لا فينيسيون ديال الزليج صافا زعما شي با شي حاجه غرا توب توب مي صافا ميو كو ريان. مي جيم بيان هاد الزليج، انا جيم بيان هاد الكراج باسكو هاد الكراج سون جوان مكاينش فيه لي جوان ملصق، مكيبانوش لي جوان بزاف، مي لاخر راه كيكونو فيه لي جوان كبار. دابا غتبقى ليا واحد لاكليم ديالها، لاكليم قالي لها كليم ان شاء الله، ما عرفتش غنشريها هاد الشهر ولا الشهر الجاي ولا ما عرفت، ناخذها كريدي ما عرفتش، حيت دابا السخون ديال البيت سخون، حيت البيت درنا ليه ابينا هاد الحيط، هاد الحيط دابا بارد، ولكن السقف ما مابيهش السقف، خاصو شي حاجه من الفوق اللي تجي، حيت ما بانينش الفوق يعني السخونيه كتدخل من الفوق. يلا ولدي يلا سيري انكور ان سول ترو ابي بيان نو ابي بيان نو كوم سا je crois qu'il est là non c'est pas assez large je ne sais pas parce que en fait le fond il est un peu Non, c'est pas assez large. Non, c'est pas assez large. C'est la forêt de. Mite, j'ai pas. C'est aussi un mien, j'ai pas de. C'est la forêt de Kabar. Et des une des gros charnières. Ah, maintenant, oui. Ça, c'est très bien. شوفوا ولاد خوتي ولا
ولاد خوتي شفت شنو داروا في التلفازه كشفتوها داروا فيها واحد رسموا فيها واحد البونوم هنايا دابا نوريكم باش تشوفوها هنايا مازال ما شفتهم الوالده تعرفوا تشوفهم الوالده تحيح عليهم هاتي نوريكم باش تشوفوا شنو داروا شفتوا شنو رسموا ليها في التلفازه باقي ما شفتهاش مع البوت الفوق مظلم ما كيتبانش فيه الضو مزيان ونزلت التلفازه هنايا ولقيت هذه مرسومه هنايا ومكجدت التلفازه بشي حاجه شوفوا والله تشوفها الوالده ديال تاكلها ولاد ولادها ولاد ولادها داروا فيها هذه الحاله الله ما امنا بقات خاسم وانا التلفاز ده يوم بلس التلفازه شاريها بفلوسها هي ماشي انا شاريها لك انا شاريها لها ما غاديش تقلق عليها ولكن هذه شاريها هي بفلوسها اتحيح عليهم شطيه التلفازه بعدا ركبات المهم حنا كنسن كنقادو كنحاولوا ديسون 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 دينا بلوس دينا وي سي سور دو توا طلع في السلبه كاع عامره بالقبس كاع حتى هو تقبص بيديه ورجليه شوفوا مونتختي مونتختي بيون سو مونت مونتختي بيون سو سامبلونش فين غادي إليان تيباو تيباو ديسون يا ديسون يا ديسون صوت لا يبا با ديسون اوكوك Il ne veut pas descendre. Hein. Il n'est pas fou. Hein. Hein? Au tricot, ah, moi, je sais qu'il est sur l'arde. Qu'il est sur l'arde. Oui, je vais faire vite, tu dois lui mettre trois oui. bodies sur lui. Ah. Trois bodies. Tu enlèves au fur et à mesure que c'est ça. Ouais, ouais. Ah. 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 جيت كندير دجاج شوفوا هاد التتبيله ديال الدجاج ماشي ش ديالي ديال الراجل اللي دارها واحد النهار تلعشا وعجباتني التتبيله ديالو ديال الدجاج وانا عاود نديرها شوفوا خذوا قزبور شويه ديال سكنجبير شويه ديال شويه ديال البزار شويه ديال الملحه والثومه وياكم والثومه شوفوا شحال غندير انا تاع الثومه انا درت الثومه هنا ناشفه وغنزيد الثومه طريه كثرت الثومه بالبيه وغادي تاخذوا حامضه ولا نص حامضه انا عندي كبيره غادي تعصروا فيها نص حامضه هكا الدجاجه تكون صاينه ولا ديروا الدجاج عادي وما ترميوش داكشي تاع الحامض غادي تقسموه هكا وتحطوه مع الدجاج شوفوا كيجي خطير خطير هكا بلا والو دهنوه وتدخلوها للفران بلا والو انا ما تدوش عليا انا زدت عليها البصله والبطاطا حيت بغينا ناكلو دغيا دغيا في الزربه ما فيا ما يصنع شي حاجه ولكن ديروا ديك التتبيله ديال الدجاج وفلحوا الدجاجه ودخلوها للفران ديك التتبيله ديال هكا كما قلت لكم زدوا عليها شويه ديال زيت العود انا غنزيد عليها شويه ديال الزيت المنسمه يعني زيت منسمه بالزعتر وبالياسر يعني هي اللي كندير في الدار بوحدي كنوجدها راه سهله وكتجي داك الدجاج غنقول لكم البنات وقسما بالله العظيم بلا ما نشكر لكم وكتجي واحد الدجاجه خطيره دقتايت في الدجاج راني كنعرف زعما نشرم الجره كندير ليه بزار وداكشي ولكن ديروا بالضبط هاد التتبيله شويه ديال البزار شويه ديال الملحه شويه ديال القزبر المعدنوس شويه ديال السكنجبير وبزاف بزاف بزاف ديال الثومه وشي ديال زيت العود وكثروا الثومه عوموه في الثومه الثومه هي اللي كتبنى الدجاج وتعرفوا واحد المذاق كيعطي خطير وهنايا غادي نزيد عليه داك البابي كويسون ونزيد عليه هكا وندخلو للفران باش يطيب باش يكون الغدا ديالنا واجد حيت غندير سلاد اكوتي يعني ندير شي سلاد شي شلاضه نقول لكم شلاضه دغيا دغيا وكيجي خطير جربوا ردوا عليا الخبر Conversation, and you seem to agree with me when
هاد لاباري خصها تكون في كل دار، ضروري ما تكون في كل دار. شوفوا الزاج كيفاش كيرجع، كترجعو كيشعل. شوف 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 كيرجع مرايه 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 مرايه. هادي البنات راه كتجي مع الكوبولد، ان فوا كتاخدي الكوبولد يعني لاسبيراتور باش دوز الشيفون وباش كان اسبيري الدار، راه كتجي مع هاد لاباري. راه كتشديها بوحدي، انا شاده بجوج كتشديها بوحدي وكتبقاي ديري بها هكاك، فيها شيفون او ميم طون فيها ديك لا سباتول، شنو كتسمى لا سباتول، واعره البنات خطيره. يعني اللي خدات الكوبولد من عندي راه كتجيها مع هاد لاباري فيها، ولكن غير نادر، غزاله 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 واعره والله الا تهنيك من الزاج. الخليه باش تدوي من البيت شويه مع الصوت نجيب الكليمه بيسينا. هذا غادي البلاكر غيتجمع مع البلاكر اللي تحت الدروج تحت تاع لي شوسيو. انا نقول لكم قبل ما تقولي حياه مالك لابسه بديك اللبسه، لا علاقه، راه انا لابسه السروال والتيشيرت دي باردو ندوزها حد الكتاف، راكم عارفين الصاد، ومع كنبغي نفيلمي بعض المرات شي تيشيرت الا كان دايز والحال راه كنفيلمي به، ولكن شي تيشيرت الا كان معري بزاف فيه الصدر وداكشي ما كنقدرش نفيلمي به. وانا نلوحي داك الكسوه من الفوق واخا صهضاتني، راه كنصور وكنحيدها حتى كنبغي نعاود ثاني نصور ونعاود نديرهم دابزه معها لابسه السروال تحت منها والتريكو عصباتني. المهم هذيك الدجاجه ديالي البنات ها هو راه كنحط الغدا باش نتغدى وتغيض، غير ما تغدينا حتى تقريبا حتى شي جوج عاد تغدينا والله تعطلنا بالغدا كاع جوج، اما حنا كنتغداو نورمالمون مع الوقت. المهم هذا هو الغديوه ديالي هكا على هذا الشكل بتطابط، درت شليده اصلا دابا الصاد هذا ما كيتكل حتى شي حاجه، البلي بار كتشرب لي بواسون. يلا يعني نقول لكم غرو بيزو، حتى غدا ان شاء الله نشارك معكم فاش نبغي نوري الوالده ديالي الشومبر ديالها وهانتوما معايا، ونتمنى تلايكي وتبارطاجيو اكيد. غرو بيزو، تهلاو فراسكم يا الحباب. الا 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 يا مونجي يلا tout de suite, d'abord manger, après tu finis. Yalla.